وصلنا لأتي 11 يوم الأربعاء كيكون عندنا موضوع النقاش. وكما شرط في بداية اللقاء المفتوح اليوم موضوعنا النقاش هو العلاقة ما بين الآباء والأبناء، هل هي علاقة تواصل أم هي علاقة عصيان؟ هذا الموضوع اللي استدعينا له الأستاذة رقية الهوري، هي أخصائية نفسانية مستشارة في العلاقات الأسرية والزوجية. لرقية مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك. الحمد لله. لرقية يعني اتصالات كثيرة كتكون باللقاء المفتوح، وخصوصا ملي كيكون معنا الأستاذ جمال الدين سديدي. نعم. خصوصا يعني في التواصل ديالنا مع المستمعات، أنا لاحظت بأن كاين مشاكل كثيرة كيتلقاوها الآباء مع الأبناء ديالهم. نعم. وما كتعرفيش يعني واش هي علاقة تواصل بين الآباء والأبناء، ولا علاقة عصيان أو تمرد أو مشكل داخل الأسرة اللي يمكن ما عرفتش واش الفتيل ديال التوتر اللي يقدر يشعلوا الآباء، ولا يعني الوسط الأسري كيتحول أحيانا لواحد الساحة ديال المعركة، كل واحد كيقلب على أنه يبسط فيها القوة ديالو. نعم. نبغي نعرف من خلالكم يعني كأخصائية نفسانية ومستشارة في العلاقات الزوجية والأسرية، شنو المظاهر اللي يمكن تؤدي إلى هذا التوتر ما بين الآباء والأبناء؟ نعم، شكرا أستاذة لطيفة. أنا اللي بغيت نقول غير أنه اللي معروف هو أنه المشاكل ديال الأطفال المراهقة عادة إحنا كنقولوا بأن 98% اللي مسؤول عليها هم الآباء، وكيبقى جوج يعني كعامل فردي ولا عامل شخصي 2% بالنسبة للطفل. لماذا؟ لأن كاين ما هو جيني، فكاين عوامل يعني اللي هو ما هو جيني كيف قلنا، ما هو وراثي، ما هو اجتماعي، ما هو فردي يكون كيتبع طبع ديال الشخصية ديال الطفل، ولكن اللي أساسي في هذا الشيء وهو التعامل والتربية. لأن اللي مهم الآباء خصهم يعرفوا أن الطفل عادي وطبيعي أنه يعصى، أنه يقول لا، أنه يتمرد. فلأن علاش؟ لأن طبيعة المراحل العمرية اللي كيمر منها الأطفال هي اللي كتحتم هذيك، يعني هذا الشيء خلقه فينا الله. بيولوجيا بيولوجيا. نعم. نفسي يعني كيف قلنا هذه مسألة أساسية في أنه الطفل خصو باش يتعلم، خصو باش يفرض وجوده، خصو يسول، خصو يقول لا، خصو يتمرد، خصو يدير شي حوايج. خصو دابا حنا المشكل فاش كنوقع أستاذة هو أننا ما كنسمحوش لولادنا بالخطأ. فاحنا كان بغينا نقولوا كنقدسوا ديك الوظيفه ديال الابويه، انا لا انا الاب ولا انا الام، انا دونك خصو يكون خصو ولدي يسمع ليا، خصو. هذه هي دور المشكل كنوقعوا فيه، مساله الفرد يعني كنحاول نفرض. نعم. وحتى راه كاين فرق ما بين انني نفرض وما بين انني نتحاور ونحاول نقنع. فوالا، حيت المشكل ديال العلاقه هذه من ليست العلاقه ما بين الاباء والابناء، حتى على مستوى الحياه الاجتماعيه او المجتمع ككل. نعم. فاذا كانت العلاقه ديال الفرد والعصا والضغط، نعم، راه ما يمكنش تكون عندها نتائج ايجابيه الا لك الحوار وكان العلاقه الاقناع. نعم. قنعني نقنعك، ماشي فرض عليا نفرض عليك. نعم، هذا الشيء اللي قلته استاذه صحيح، ولكن اللي بغيت نقول انا هو انه هذاك السن ولا داك اللي كيفوت بها الولد خصنا نعرفوا، غير دابا الجهل تاع الاباء ايضا وعدم وعيهم بهذه طبيعه المراحل اللي كيمر منها الطفل تهيرة اساسي. لان الطفل من عامين حتى لستة راه كيبغي يثبت الوجود ديالو، يعني كيديك لا عنده زوينه كيقول لك لا، باش كي زعما راه انا راه ما بقيتش داك البيبي ديالك، راه انا بديت كنكبر. ملي كتبدا عاوتاني مرحله المراهقه شيء اخر، كندخل عاوتاني في ديك لوبوزيسيون كبيره ديال انا دابا الراجل، انا حققت واحد الاستقلاليه انا. فهنا ملي كيكونوا الاباء واعيين بها يعني داك المشاكل كتقل. بينما اننا الا بقينا متشبتين بديك الفكره ديالنا انني كيف رباوني با سينو، هنا غنوليو كنعيدوا يعني انتاج نفس التربيه اللي تلقينا بها حنايا وكنعيدوها لا شعوريا. اتونسيون، دونك هنا الاباء خصهم يردوا البال. احنا كنعيزوها بلا، لان كتلقى اباء واعيين مثقفين اساتذه جامعيين دي كادر ومازال كيضربوا ولادهم، وكيلقى ايل سون بورت ما كيقدرش يضبط راسو. علاش؟ لانه هو ما تعلمش، ما شافش الا واحد النوع ديال السلوك اللي تربى عليه، فهو كيعيدو يعني بغى ولا كره كيلقى راسو كيعيد نفس السلوكات. فاذا لهذا هنا خصنا باش حاجه اخرى ايضا اللي احنا في الحقيقه في التربيه ديال ولادنا عندنا واحد التحدي كبير، لان دابا ما بقيناش غير حنا كنربيو، ولو اطراف اخرين كتربي معانا، وبالتالي حتى الاباء اصبحوا متجاوزين. وهذا الهضره كنقولوها دائما وكنكررها، ما بقاش مسموح الان الاباء باش يكتفي داكشي اللي تربى عليه هو، ضروري حتى هو خصو يطور نفسه. مثلا كيفاش غيدير هذا الاب ولادو يحترموه الا ما كيعرفش ادنى مثلا مساله ديال غير الانترنت، اللي يقول لولدو هكا ولدي صوب ليا مثلا دير لي الواتساب، اولا دير لي مثلا كيفاش ندخل فيسبوك، اولا يعني الاب اللي ما كيكونش متابع المراحل التطور ديال ولادو، ما كيخدش معاهم في مواضيع اللي كتهمه، طبيعي الحال ما غاديش يحترمه. ايضا ما نساوش الصراعات الزوجيه
الاب اللي ما كيقول لك الا بغيتي تربي ولدك خصك تحترم عندك الزوجه ديالك، هذه اساسي. منين الراجل مثلا يقول لمراته انت ما كتفهميش انت غبيه، واش هذاك الولد غادي يطيح داك الغبيه؟ او بعد او بعض الكلمات النابيه اللي كتكون داخل البيت. نعم غادي غادي عاوتاني الزوجه اللي ما كتحترمش زوجها، ما كتقدروش مثلا، ما كتعطيش داك المفهوم. حنا كنقولوا السلطه الرمزيه للاب خصها تكون كيكون هنا قلب الادوار. المراه اللي هي ضعيفه كتولي هي المراه اللي قويه، والاب اللي خصو يكون شويه قوي زعما هذا كيولي هو اللي ضعيف. فهنا الاب كي الولد كيتلف، واش غادي نتلف غادي نتبع المراه اللي هي قويه اللي هي امي اللي يعني خصها تكون، اولا الاب اللي هو ضعيف دونك ما يبقاش يسمع ليه. فهنا يعني راه حنا اش كنقولوا، حنا كنقول لهم ان هذاك الوليد راه فوتوكوبي. فوتوكوبي ملي كنجيبوها راه من الاصل، وشكون هو الاصل؟ راه هما الوالدين. فيما كيجي مثلا الناس اللي كيطلبوا استشارات نفسيه وداكشي، فيما كيجي مثلا الاباء كيجيبوا ولدهم كيقول لك عنده مشكل، كنقول لهم بلاتي تنشوفوا بعد المشكل بين الاب والام، لان عاده هذا هو كنرجعوا للاصل. كنلقاو واحد الفجوه كبيره، واحد الصراعات، واحد يعني لا زعما كتخلي كدير واحد الثغره في النفسيه ديال الطفل. وبالتالي عاد والولد شنو كيدير؟ السوماتيز، يعني كيبداو يظهروا عليه اعراض مثلا تبول لا ارادي، مثلا كيدير لي كوشمار، كيولي كيبقى يتمتم ديك التأتأة، كي مثلا كيمكن مثلا يكون تاخر دراسي، كيولي صايب ضفارو، كيولي مثلا لي بار اكتيفيتي يعني ديك فرد الحركه، كيمكن يكون العناد بحال الموضوع ديالنا اليوم، كيسمعش الكلام. علاش؟ لانه كينتقم من هذوك الوالدين. انتم كبار، المفروض انتم تكونوا فاهمين، فانا انا كنتقم منكم ولكن غير بسكات، لان الاطفال عندهم واحد الترمومتر كيحسوا بينا، كيعرفوا اننا واش حنا كنقول لك لا. بعض المرات كيقول لك الوالدين لا وحنا ما كنبينوش وحده، ما يمكنش الحاله النفسيه ما تبانش لينا، لان حنا راه كنتواصلوا ما نساوش اننا كنتواصلوا بالجسد ديالنا وبالوجه ديالنا اكثر ما كنتواصلوا باللغه. 90% ديال التواصل الانسان يعني كيكون بان لغه الجسد، العينين، بالوجه، بالجسد. فخصنا ننتبهوا لهذه المسائل هذه مع الاطفال ديالنا. نعم. طيب استاذه رقيه، معنا مكالمات على الخط وكنظن المكالمات كثيره، يمكن نوال وحليمه كيشيروا لي بان المكالمات كثيره. نشوف لكريمه كنظن من مدينه مراكش. لكريمه مرحبا بك معنا. بارك الله فيك الاستاذه لطيفه، وكنحييكم على هذا البرنامج بزاف. بارك الله فيك. كنقدم تحيتي للاستاذه اللي معك استاذه رقيه. نعم تفضلي. الا كان ممكن بديت ندخل في هذا الموضوع. تفضلي اعطينا الاسئله ديالك. ايه الله يخليك. عندك وليدات اكيد. ايه شحال عندك الوليدات؟ عندي وليد واحد عنده 4 سنين. نعم تفضلي. المشكل اللي عندي معاه هو العصيان. يعني ما كيتصمتش ليا الهضره ديالي، وهو حركي بزاف، والمشكل الكبير هو كيرد عليا الهضره، ومثلا خديت لي شي حاجه كيبقى يضربني ويهز مثلا الصنداره ويشير عليا بها. كيبقى يقول كلام قبيح، يعني شي كلام دنيء لا داعي لذكره. وهذا الطفل 4 سنين زعما، وكنعيا معاه لا ما خاصكش تقول هذا الشيء لماماك، راه الله وصى على الام، راه ما خصناش نديروا هذا الشيء لمامانا، ما خصناش نضربوا مامانا، ما خصناش نقولوا هذا الكلام، راه حشومه، راه هذا. مع ذلك كتعاود تكرر معايا، وللاسف ان هذا الشيء ما بقاش بيني وبينه في الدار. يعني سواء ملي تمشي عند العائله، ملي تمشي معروضه عند الضيافين، عنده بحال يعني نفس التصرف كيديروا في جميع الاماكن. وهذا كيسبب لي الاحراج بزاف. انا بعدا مع ذاتي في داري ما كنبغيش، عاد زيد مع الناس وهذا وكلشي كيبقى يدير الانتقادات ديالو. لا ولدك هذا ولدك هذا. وانا طيب الفكره وصلت لكريمه، يعني واضح واضح. بغيتكم تفيدوني بشي نصيحه. هي معك لا رقيه. نعم. الفكره واضحه، يعني طفل ديال 4 سنين. نعم. كيمارس واحد الممارسات على الام ديالو، ودابا يمكن لك تنصحيها. نعم حنا بغينا غير نعرفوا من الاخت واش كيدير مثلا العلاقه هي والزوج ديالها كيفاش دايرين بعدك. هذا هو الاساسي، لان دابا الطفل كينقل عليكم انتوما، يعني كيفاش علاقتكم انتوما، واش ما كاينش شي مشاكل مثلا بيناتكم، واش واحد كيسمع الاخر، ما عرفتوش كتسمعنا. لا كريمه معنا، مازال معنا لا كريمه على الخط. مازال معكم. نعم تفضلي. طرحت عليك سمعتيني. اي في الحقيقه في الحق انا نقول لك الصدق، يعني الصراحه. نعم يعني هذا هو المشكل الكبير. يعني الزوج ديالي كي نعم.
كي قلت حتى هو كي مثلا زوجي عصبي يعني مثلا تي تخاف معايا قدام الولد فوالا وكيبقى يقول شي كلام حتى هو بحال هكا وكيضربوا هذا وانا كنقول ليه لا ما خصناش نتخاصم قدام الولد نعم فهمتي يعني داكشي راه تيدوز الولد من بعد فلا كريمه هادشي اللي كنقولوا كنقولوا كما تكون يكون كنقولوا اذا واحد الجمله كيقول لك ما شاء الطاووس وقلده يعني ابناؤه فكيف كيكونوا الوالدين راه كيكونوا معاه خاصه في السلوك ديال الدراري الصغار شوفي سولي غير شي طفل صغير قول له منين تبغي تكبر شنو تبغي دير غيقول لك بحال بابا وهذه عاديه وسليمه وطبيعه غير اللي بغيت نقول انا نعطيك غير واحد الجانب ايجابي مشرق يعني في الطفل اللي كتكون عنده هذه الشخصيه هذه انه كيقول لا دائما هذا بالعكس حنا كنقولوا راه مزيان حنا في بالنسبه زعما في يعني في علم النفس كنقولوا هاد الاطفال هما اللي كتكون عندهم شخصيه غير اللي كيكونوا شويه عنيدين راه كاين واحد الجانب اللي ما خصناش نكسروهم عاوتاني ما خصناش عاوتاني نبقاو نعطيوهم اما العصا ولا نغوتوا عليهم اولا يعني نخليهم لان هنا ملي كتكسريه كيولي اما كيدخل في الخجل ولا كيدخل في نوع من مثلا الشعور بالذنب اولا فكيولي ما ماشي داك الطفل اللي حنا باغيين يعني وكنقولوا اساسا ايضا التربيه بالحب هنا خصكي دائما تغمري بالحب ديالك باش تخليه دائما قريب لك مثلا تلعبي معاه مثلا كتلعبي معاه شي لعب بحال هكذا وتقول له ودابا سير جيب لي عفا ولدي نشرب من خلال داك اللعب انت دوزتي له داك الميساج راه العلاقه اللي مبنيه على الحب راه كيقول لك اللي كيبغيك هو اللي غادي يطيعك واللي تيكرهك ولا كيخاف منك غيطيعك يمكن في الخوف ولكن الطاعه ديال المحبه راه ما كاينش بحالها كريمه فلهذا حاولي بعدا تصلحي العلاقه مع راجلك لان دائما ما تنسيش ان الطفل فاش كنكونوا كنتعاملوا معاه راه حنا كنبنيو ماشي كنهدموا فلهذا اهم شيء مع ولدك هو انك تدخلي معاه في علاقه حب علاقه تواصل الانصات هذه المساله حنا كنساوها مع وليداتنا ضروري نسمع قبل علاش هذا الولد يعني غير تفهمي واحد الحاجه الا فهمتيها راه غادي تعالجي ولدك بنفسك علاش هذا الولد كيعصى يعني هذا راه كنسمو حنا ان سامبتوم يعني واحد العرض من الاعراض اللي كاينه اما في البيئه اما نشوف في المدرسه لان هذا الولد منين جا ما جاناش من السماء كريمه راه هو نتاج لعلاقه زوجيه اللي اما مضطربه اما فيها الاب كيحتكر اما كيغوت فالولد هنا كيقلد فلهذا نصلحوا سلوكاتنا حنا وكتشوفي عاوتاني المدرسه كتشوفي وكنتعاملوا معاه كيف قلت لك وحنا في سميتو من بعد في الاخر الحلقه راه عندنا واحد المسائل بقي معنا في سميتو غادي نقولوا التعامل مع الاطفال اللي هما عنيدين فوالا الطريقه كيفاش نتعاملوا طيب مع الاطفال نمشيو لوصله اشهاريه ونرجعوا بعد ذلك دائما اعزائي عزتي في الاستماع الى اللقاء المفتوح في قصته الثالثة والأخيرة أتي الحداش واللي موضوعنا فيه هو العلاقة بين الأباء والأبناء هل هي علاقة تواصل أم علاقة عصيان الآن نتوجه لمدينة الدار البيضاء سي عمر مرحبا بك معنا سي عمر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا على هذا الموضوع الرائع تبارك الله عليك سي عمر عندي واحد المداخلة بسيطة لك تفضل سي عمر تفضل بالنسبة للعملية التربية هي عملية ممكن نقولوا أنها تتبدأ قبل من الزواج لأن كاين واحد القولة تقول أريني ابنك أقول لك من أنت وأريني من أنت أقول لك كيف سيكون ابنك وبالتالي في عملية التربية هي عملية أولا تربية الأزواج قبل ما يجي هذا الولد ولا نتكلموا على عناد حيتاش العناد هو مجرد نتيجة لذلك العلاقة ديال الأزواج وهو نتيجة للتربية وبالتالي فالتربية أصلا هي علم وفن ومهارة علم لأن خصنا نتعلموه وفن خص إتقانه ومهارة خصنا نكتسبوه يعني في العلم ديال الدماغ حاليا لقوا أنه عندنا واحد من 0 إلى 5 سنوات كاين واحد بحال واحد الغدة في الدماغ سميتها الأميجدال هذا الأميجدال الدور ديالها هي بحال واحد فيديو تتسجل كل ما تقوم به الوالد والوالدة وبالتالي فالشخصيه ديال الطفل ديالنا تتكون في هذه المرحله هذه وتياخذوا جميع دوك المواصفات ديال الاب وديال الابن وتكون الشخصيه ديالو اذا كنا غنتكلموا على العناد العناد هو مجرد نتيجه اللي جات من خلال مجموعه ديال التصرفات ديال الوالدين نعم دن انت عندك شي وليدات هما لا حاليا ما كاينش ما كاينش نتمنوا انهم يكونوا ان شاء الله في المستقبل وليدات انت دابا تبارك الله عندك يعني هاد التوابيت الثلاث اللي تكلمتي عليها راه تكلمتي على ثلاثه التوابيت اللي هي العلم والاتقان والمهارة اذا كاين استعداد عندك ان شاء الله غادي يعني تحاول انك تمارس هاد التوابيت الثلاث في التربيه ديال الاطفال ديالك طيب انت واش عندك شي خبره ممكن انك توجهها للمستمعين والمستمعات اللي مثلا ممكن انهم هما يعني في تربيه الاطفال ديالهم
لا سمحتي نتكلم اولا على اسباب العناد. لا احنا ما غادي لان الوقت ما كيسمح ليناش. الله يخليك سي عمر, ما غاديش يسمح لنا الوقت باش غنبقاو نتكلموا على المفاهيم. يعني احنا ما بقاش لنا الوقت وعندنا مستمعين ومستمعات. شكرا سي عمر من مدينة الدار البيضاء اللي بطبيعه الحال هو نورنا بواحد يعني الافكار ديالو اللي يمكن ان يتم اعتمادها من خلال الاباء مع الاطفال ديالهم. الاستاذه نرجعوا يعني الموضوع ديالنا واللي تكلمنا يعني على ديك العلاقه واللي قلنا بان يمكن العلاقه كتبدا في العلاقه ديال الزوج والزوجه وهي اللي كتنعكس, وقالها لنا السي عمر يعني هي اللي كتنعكس على على الابناء ديالهم. هنا يعني اللي نبغي نتكلم معك عليه الاستاذه, كيفاش ممكن ان الاباء انهم يحاولوا انهم يكسبوا الاطفال ديالهم, يكسبوا الاطفال ديالهم من خلال اما اللعب معهم الا اما بتوفير واحد الجو هادئ داخل البيت. ان استاذه غير واحد النقطه مهمه لان كنعتبرها اساسيه خص الناس تفهمها قبل ما ندوزوا لهذه النقطه اللي قلتي لي. سمحي لي لان بعض الناس ايضا ما نساوش ان بعض الاباء راه كتكون عندهم اضطرابات نفسيه استاذه, وهذه المساله هذه خصنا نراعيو ليها. ان الناس راه حنا كيف قلنا يعني واحد المجموعه ديال التربيه اللي حنا اللي تلقينا, حنا كانوا ابائنا ماشي كلهم عارفين, كانوا جاهلين, ربونا داكشي اللي كان. كل انسان راه مر بواحد الظروف, ربما صدمات, ربما خبرات سلبيه اللي فلهذا ما نساوش ان مثلا الانسان اللي عنده قلق خصو بعدا يعالج القلق ديالو, حيت كاين هذا الشيء. علاش كنقولوا هو اساسي خص الناس تعرفوا, لان هذا الشيء كنقلوه لولدنا بلا ما كنشعروا. مثلا اللي كيكون وسواس, دابا الناس اللي كيجيو عندنا كيكون مثلا عنده داك الوسواس القهري ديال النظافه ولا ديال الافكار اللي كتجيه بهذا, خصو يتناول عليها الدواء. راه ملي كيكون خداه من امه بمعنى امه ولا باه كتكون عنده واحد النسبه قليله, والمرض كيتزاد عند لان ديجا خداه بالوراثه وزادوا عن طريق الاكتساب. شاف داك ام وسواسيه كل نهار كتنقيو يعني الا سلمت على الناس خصها توصل يديها, الا دخلوا عندها الناس للدار خصها تبدل الفراش كله. هذا الشيء هذا يكتسب حتى هو مع المده. كيقول الطفل وهذا هذه هي الحياه الطبيعيه بلا ما كيشعر, هو استدمجوا. اذا كاين الاكتئاب ايضا. الام اللي مكتئبه شنو كنتظروا منها؟ غتعطينا اطفال مكتئبين منزويين, لان فيما غادي يجيو يلقاوها سد على راسها, ما كنبغيش يخرج فمع المده هما غادي يكتسبوا داك الاكتئاب. الفوبيا ايضا, الخوف جميع انواعه, الفوبيا الاجتماعيه ديال لاسونسور ولا ديال لا محل, ما عندناش الوقت باش. ايضا اضطرابات السلوك اللي كتبان في المراهقه اللي فيها لانوريكسي ولا لابوليمي مثلا, يعني فقدان الشهيه ولا داك الافراط في الاكل, ديك السمنه. اذا هناك ما نساوش ايضا في المراهقه كتبان ايضا بالنسبه للاباء, خصهم يعرفوا يتعاملوا معها. الا مثلا كان شي واحد في العائله عنده شي حد مريض, خصو يعني مرض نفسي ولا مرض عقلي, راه كيمكن يبان في الوليد حتى في الا كان مثلا في العمات ولا في الخالات ولا في الاب ولا هذا, في الوقت ديال المراهقه كيتفجر المرض النفسي. فلهذا نشوف بعدا هذه المساله ديال العناد عند الطفل, واش بعدا ما كيسمعش مزيان, علاش هذا الولد هذا, يعني نشوف هذاك الاسباب اللي كتخليني نتاكد من هذا الولد هذا. علاش واش مثلا ما كيسمعش؟ لانه عنده مشكل في ودني, واش مثلا عنده خف لنا فرد الحركه كيكون الانتباه ديالو مشتت, واش ما كيركزش معايا, واش يعني هذا الولد هذا ما كيسمعش غير هكذاك. نعرف بعدا الاسباب. ملي كنتعامل بهذه المساله هذه بعدا نحيد الاعراض ونحيد يعني الاسباب. التشخيص فوالا ها انت استاذه, فهنا التشخيص ضروري. بعدا نشوف انا نخدم على راسي, واش انا ولا راجلي بعدا ما عندناش مشاكل نفسيه وداك القلق وداك الشيء كان بحال كيف قلتي كنديروا داك الشيء في الولد, كنخرجوه في الولد وكنقولوا لا راه الولد اللي ما سمعليناش, لان الولد غيبقى يعاود نفس السلوكات اللي حنا كنديروا له. فاذا ما كانش هذه المساله هذه هنا عاد خصنا نوريو كيفاش كنتعاملوا مع الاطفال. نمشيو للمكالمه الهاتفيه استاذه اذا سمحتي لي. نشوفوا امينه من تطوان. لا امينه مرحبا بك معنا. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعطيك الصحه, غادي ندخل في الموضوع مباشره. تفضلي. الله يعطيك الصحه, انا عندي وليد تقريبا 12 سنه. هذه واحد الشهر اكتشفت انه مهم هو يعني نعمه التربيه, ما عمرني ما مشات لي شي حاجه من الدار, ديما عندي فلوسي في الصاك في الدار فوق الكوافوز, يعني ما كاين حتى شي حاجه تتهز. واحد النهار اكتشفت, مشيت عند واحد الصديقه ديالي, دوزنا عندها وليد قدو, دوزنا واحد الوقيت, واحد جينا من الدار لغدتنا لغدلي في الصباح, جا قال لي ماما لقيت 400 درهم في الزنقه, صيفطت للحانوت وجا. انا طقت به قلت له واخا وليدي خليها في الاخر السنه ان شاء الله نزيد لك عليها ونشري لك طابليت, حيت كانت عنده واحد طابليت وتهزات. جا هو هي هذيك بقينا هكذاك. واحد اليومين تلاقيت الصديقه ديالي قالت لي, المهم قالت لي بطريقه زعما مزيانه, قالت لي انا راه الولد مشات له 400 درهم,
متسقس عليها كذا كذا. انا درت لي فراسي شي قوس هذا القرب 100 درهم، حنا كنا عندنا السيده ربما يكون هو اللي هزها، واخا انني 100% قوس راه ما يهزهاش. مع كانت ديك الايام تنيت، جا السيد ديالي حاط الفلوس في المجر، قال لي واش هزيتي شي فلوس؟ قلت له ما هزيتش، قلت ربما صرفتي وما رديتيش البال. هي هذيك رجعت للسيد قلت له شحال تقريبا مشات لك؟ قال لي راه مشات لي 500 درهم تقريبا. مشيت انا للمجر ديال ولد كلشي كيحطوا في المجر ديالو، لقيت عنده واحد 200 درهم ديجا انا كنت كنجمعها، زائد داك 400 درهم اللي دار للسيده، زائد 500 درهم ديال باه هي في المجر عندها في التيغوار محطوطه. المهم انا نسالت به بوحدي، قلت له وليدي منين جاوك هاد الفلوس؟ قال لي هادو لقيتهم. قلت له قول لي الحقيقه، دابا انا راه عرفت كل شيء، من الافضل تقول لي وليدي، حسن ما نقول لك شنو كاين. المهم بقيت يدي، قال لي ماما هادي ديتها لفلانه وهذه هزيتها لبابا من المجر. قلت له علاش ولدي؟ قال لي باش بغيت نشري الطابليت. قلت لك انا وعدتك باش تشريها، غنشريها لك في لافان داني، يمكن لي نشريها لك في نص العام حتى لاخر السنه ونشريها لك، واش عمري وعدتك وخلفت؟ قال لي لا. قلت له علاش وليدي مديت يدك؟ ما عرفتش ان الله سبحانه وتعالى غادي يعذبنا، غادي يفعلنا، غادي يسكننا وحشومه والناس داروا فينا الثقه ودخلنا لدارهم وكذا وكذا. المهم قال لي دابا نردوها. قلت له المهم وليدي، قلت له انا دابا هذيك السيده انا غنشوف كي غنرد لها الفلوس باش ما تعرفش بلي راه انت ديتيهم حفاظا لماء الوجه. قلت له باباك غادي نقول له انا هزيتهم، مع ان الاب ديالو قلت له شرحت له الموقف، قلت له انت ما تهضرش معاه باش يبقى ديك الهيبه بينك وبينه. قلت له انا غادي نردهم لباباك وغادي نقول له انا هزيتهم له وقضيت بهم شي مسائل ورديتهم له. الاب ديالو فعلا ما هضرش معاه نهائيا، بقى كيتصرف معاه عادي. قلت له انا ما تهضر معاه ما والو. بقينا انا ديك شي 3 ايام كنهضر معاه في هذا الموضوع، قلت له دابا هذا الموضوع غادي نسدوه ما نعاودش نجبدو معاك، ولكن ودي ما تعاودش. انا بقى عندي واعدني وكلشي ولكن عندي داك الهاجس، بقى خايفه من طبعا ما عرفتش ما عرفتش. طيب هل الاستاذه معاك؟ يمكن تطرح عليك حتى هي شي اسئله. فهنايا كنقولوا كيف غير الطريقه ديال التربيه معاه، يعني لك واش كان دائما تواصل معاه؟ واش مثلا كنتي كتسمعي له؟ واش كان كيعاود لك مثلا المشاكل ديالو؟ اولا مثلا دائما عنده كيخاف مثلا، اولا كيحس بانه مثلا عنده نقص في شي حاجه، اولا حيت عاده حنا كنقولوا الطفل اللي كيمد يديه بحال هكا للسرقه فهو ماشي كيسرق، وانما بحال كيسرق زعما الاهتمام، كيسرق الحب، عنده واحد النقص في واحد الفراغ في شي حاجه، اولا يمكن يكون فراغ عاطفي، اولا هو من النوع اللي طلب بزاف. فلهذا عرفي ولدك شنو الاحتياجات ديالو، شنو هما لي بوزوان ديالو، شنو كيبغي باش تعرفي تلبيها، ولكن تبع لها الحدود. ما كنقولوش حنا عاوتاني بداك الفشوش وبداك انك عاوتاني كتلبي له الرغبات ديالو اكثر، خصو يفهم بانه يعرف معنى الحدود. دابا هذا بحال ما الحدود ما واضحاش بالنسبه ليلو، فلهذا غير راجعي معاه، جلسي معاه مثلا، خرجي معاه مره على اساس تكون قلتي 12 سنه، فهو بدايه المراهقه اللي خصها ترد البال مزيان لهاد المسائل هذه اللي كتبدا تبان، هاد السلوكات الانحرافيه عند بعض المراهقين. بعد المرات عاوتاني ما تنسيش انه راه غير سلوك استكشافي، لان المراهق عنده هاد الصبغه هذه انه كيبغي يعارض، كيبغي كنشوفهم مثلا كيبغيو يركبوا داك الموتورات كيشريوهم، كيبغيو يديروا الخطر، كيبغيو يمشيو للمخدر، لان كيبغي يجرب وكيبغي لو دونجي يعني الخطر، الخطر يمشي ليه باش يحس بانه راه كبر، راه خرج من مابقاش طفل صغير، وباش كيثير الانتباه ديالكم. فلهذا خص ضروري يكون واحد الحوار مع ولدك وداك الشيء، ولكن ما تضغطيش عليه بزاف هاد المساله هذه وتجاهليها، يعني الا بقيتي مركزه عليها حتى هو يبدا مركز عليها ونتبه ليها، ما نكثروش عاوتاني داك عنده الشعور بالذنب، كنتجاهلوها وكنراقبوه من بعيد. هذه مرحله يمكن ودازت بالنسبه للطفل، ولكن هذا ما يمنعش ان تبقى المراقبه، تبقى المراقبه ولكن من غير النصيحه غير من البعيد، لان هاد كنبداو نكثروا عليهم عاوتاني في الهضره، الضغط حتى الكلام، حتى الكلام بقينا نكثروا عليهم ما كيبقاوش يسمعوا لينا، صافي كيلاشيو. خصنا دائما نهضروا معاهم وبكلمه جوج باختصار وداك الشيء محدد باش كيتبقى زعما كيبقاو قرطين. حتى العلاقه بيناتكم الأمينة علاقه الزوج والزوجه كيف هي؟ عامله عاديه صراحه، هو بالعكس كيجي يعني كيعطف عليا بالمحبه ماشي بالخوف ولا بالاضطهاد ولا، وانا ما بغيتش نبقى نجبد له هذا الموضوع، قفلناه قلت له صافي دابا حنا سديناه، ولكن ما كنبغيش بالعكس دابا كنقول له انا حيت كنكونوا كنهضروا كنقول له راه انت وليدي بالعكس انا وليدي ما تيكذبش، انا وليدي فعل شيء، انا وليدي تيقول الحقيقه، يعني كنجد فيه ديك الصفات الحسنه. لا مزيان مزيان مزيان، يعني هذه كلها كيبقى عندي ذاك الهاجس يعني في المستقبل. لا لا الهاجس ما يبقاش عندك، لان هذه تصرفات كنظن هي كدكتوره يعني عاديه عادية عادية عادية، لان كل مرحله ديال الطفل كيخص حتى الاباء يعيشوا مراحل الاطفال. الا حتى استاذه لطيفه، حنا دابا حنا ما كنسمحلهمش بالخطا، شوفي غادي يخطا وغادي يجرب وغيخطا
ماشي ما فيها باس وتصلح عاوتاني السلوك لان واش انت كنتي صغيره واش عمرك ما خطاتيش هكا امينه فضروري كنخطئوا ضروري غير حنا حنا دابا ولينا اون دراماتيز هذا هو المشكل اللي عندنا حنا ولينا كنبغيو نسعوا للكمال انا فعله خص ولدي ما يخطاش ما يفعل ضروري غادي يخطا وغادي تحتضني داك الخطا ديالو وغادي تنساه ولكن انت راكي رايحه عينيك وكترقبيه من بعيد يعني كتشوفي داكشي بحال داك لي ماريونيت كنقولوا راكي قابطه لي فيسال قابطه هذا ولكن انت راكي مخبيه من البعيد ما تلاشيش لان دابا شفتي واحد الخطا ديال السلوك خصنا نعدلوا داك السلوك ديالو خصنا نبدلوه فلهذا ولكن غير بلاتي هي احسن يعني بالترغيب والتحبيب ماشي بالمسائل اللي كيمكن نفرعوا اذا نشوفوا ايضا مستمع كريم السي رشيد من الرباط السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيدير لاباس بخير؟ الحمد لله سيدي الحمد لله. تحياتي ليك وتحية للدكتورة. بارك الله فيك السي رشيد بارك الله فيك. الله يخليك أنا عندي 42 سنة. تفضل مرحبا. والزوجة عندها 38 سنة. وعندي بنية ديال 8 سنين والوليد 13 عام. الحمد لله البنية ما كاين حتى مشكل، الحمد لله مزيانة. الوليد عنده علاقة متوترة مع الأم ديالو. انا الحمد لله ما لقي معاه حتى مشكل تنتعامل معاه مزيان تنعنق ونكبر به وانت هو الراجل وانت ولدي وداير ليه مصروف ديال الجيب ديالو وغادي في الدراسه مزيان الحمد لله ما يكتب ما يسرق ما والو صراحه تقال ولكن في صراع دائم مع الام ديالو شنو نوع هذا الصراع او التوتر الصراع هو الام ديالو تتسبو يعني تقول يعني كت نعم فهمتيني تتعيط لي ولكن علاش؟ حيت هو شويه عاند. ولكن هذيك العينات ديالو انا تجيني عادي ما عندي معاه حتى مشكل. وعلاقتك مع الزوجه ديالك انت كيف عامله؟ العلاقه مع الزوجه هي هي في الفون ديالها انسانه مزيانه ولكن اذا تعصبت تولي تسب وتولي حتى انا تدخل لي في هذاك الصراع. وتنقول لها ديما الله يهديك ديما ما تبقايش تسبي قدام الاولاد نعم كاين شي صراع نهضر انا وياك مني ليك هي تدخل ديما الدراري في مشاكل وتبقى تسب وتغوت ولكن بغيت ترجع فهمتي ملي ترجع وتبرد وترجع تقول لها فلانه اش درتي واش درتي واش درتي وملي تبقى تنوض الدري تبقى تضربو يعني تضربو وتتسبو بالفاظ نابيه إلا دخلت انا تقول لك لا ما تدخلش انت هذا ولدي خليني انا ندبر راسي معاه ولا قول لها ولدك بوحدك تنقول لها لا خصك تكبري بيه باش هو يكبر بيك وحني عليه باش هو يحن فيك. صح. دابا هي راه في الاستماع دابا في الخدمه ديالها وتستمع وعارفاني بان انا الدري تنعنقو بدون سبب تندخل بحال هكا تنعنق فيه ونبوس فيه ولو انه عنده كارتخيزون. والبنت كذلك البنت خلاص راه التعناق وما نعاودش لك. نعم. ولكن الاشكال هنا وهذا العلاقه متوتره بين الابن والام ديالو. انعكست حتى على بين العلاقه بيني وبين الزوجه تتقول لك انت تجي منه وانت تتصروا وانت تتفشوا عليا. نعم حنا غالبا نعم. استاذه كيتصلوا بنا النساء نعم تيقول لك دابا احد بالعكس العكس الرجل السي رشيد اللي تبارك الله عليه كيتصل بينا وكيحكي لنا يعني هذا التوتر ما بين الام والابن شنو النصائح اللي ممكن توجهي لها وكيفاش ممكن تتعامل مع الطفل وخصوصا 13 سنه يعني يعني سن حرج بدايه هذا هو بدايه المراهقه يعني خص الام شويه هنا استاذه اللي واحد النقاط في هذه المساله هنا كاين دونك علاقه متوتره مع الام كاين ان الام كتضربو قالك وكتسبو وكاين اهانه والضرب وهذا كله كينقص من هذاك الطفل يعني هنا كيولي بحال كيخزن داك العدوان اذا هنا شنو كيدير هو كيخزن داك العدوان من بعد غادي يخرجو عادي راه العدوان يولد العدوان هذه المساله هذه معروفه ثم كاين مساله اخرى انهم هما ما متفقينش في التربيه هو كيبوسو يعنق للمفروض هو يكون شويش هنا كيف قلنا قبيله قلب الادوار لاحظتي تبدلوا الادوار لا يعني حنا ما كنقولوش الاب ما يعنقش بالعكس حنا كمغاربه راه ما عندناش هذه الثقافه ان كيف قلتي استاذه قبيله ان الاباء هم اللي كيعنقوا خصها تكون مزيانه غير هي تكون باتفاق مع الطرفين الاب والام يكونوا كيديروها ولكن على اساس انه الاب يبقى شويه داك اللي قلنا الصرامه حنا في علم النفس وخاصه في التحليل النفسي كنقولوا هذيك السلطه الرمزيه كنلجؤوا ليها في التربيه لان الام هي مصدر الحب والحنان يعني لا متناهي مع الاطفال ديالها ولكن ملي في الطفوله يحتاج الطفل داك انك نغمروه بالحب بدون يعني مطلق بدون حدود ولكن من 3 سنين هذا كيجي الاب
بحال قلتي كيفصل ديك العلاقه باش ما توليش عاوتاني علاقه مرضيه، لان الولد كيبقى يبغي امو عاوتاني كيخرج كيبقى معاها بديك علاقه يعني فيزيونيل شنو كان التحاميه كنقولوا في الاخر ما كيبقاش عارف الحدود ديالو، يعني ما يقدر يتزوج ما يقدر كيتسمى ديما ولد امو، وهذا الشيء هذا كنعيشوا في المجتمع ديالنا بصح. يعني كثرت هذه الظاهره ان طغيان الام كذاك الحضور ديالها مهيمن كيولي دخلته في العلاقه مع الولد فاش كيولي مع مراته، فاذا هنا الاب ضروري كيدخل ديك العلاقه باش كيحسم باش كيوضع الحدود بان راه كاين فواصل اجتماعيه راه كاين تربيه راه كاين راه خصك تستقل من ماما كولدي، يعني كيبين الموانع الاجتماعيه الدين ها شنو كيقول فهمتي، فهنا المحرمات اللي خصك دير، والولد عاده كيعتبر الاب بحال منافس ليه في امه، هذه المساله ما ندخلوش فيها بزاف، ولكن اللي بغيت نقول انا دابا هنا لاحظنا انه الاب والام بعداك ما متفقينش في التربيه، فهي هي كتضرب وفي الوقت اللي هو كيقول لها لا ما تضربيش، الا كان شي حاجه ماشي قدام الولد الا غنتفاهموا المفاهمه كتكون من ملي كيقول لها مثلا خطاتي في الولد راه ما كيعجبنيش داك الشيء، مي قدامه غيقول ليه راه شوف ولدي راك غلطتي قدام ماماك، ولكن اللي خص تكون نتمنى حتى هاد الام كتكون كتسمعنا حنا ما كنتفقوش مع السب والشتم والضرب الولد، لان كتهينو ما كتخليه شخصيه بدون يعني باهته كيخادو ملي كيخرجوا مراوغين مرافقين كيكذبوا ما غتكونش عنده شخصيه في العمل ديالو قدام المدير ديالو ولا قدام صحابه، هذا ما تعرفش يقول لا هذا، وعاده هادو هما الاطفال اللي كيكونوا اما كيكونوا كيقدروا يخدعوا حتى الاغتصاب الجنسي، وهذا حنا كنشوفوا وليدات بحال هذا الشكل وكنعيشوهم، وما يقدرش يقول الا قالوا شي واحد يلا معايا يعني غادي يقدر يمشي معاه بسهوله لانه ما عندوش ذاك القدره يقول لا، فما نهرسوش وليداتنا وكنكسروا فيهم ذاك الشخصيه من الصغر على اساس انهم يطيعونا، لان ما نساوش يطيعونا حنا بذاك الخضوع وذاك الخنوع راه مع الناس في العالم الخارجي راه غيكونوا كثار من ذاك الشيء، لهذا خصنا هذا هو الذكاء في التربيه انني نخلي ولدي يطيعني وعلى اساس انه تبقى عنده شخصيه مستقله، فهمتي هذه راه معادله خصنا ننجحوها بطبيعه الحال، يبقى ولدي كيطيعني ويكون مطيع يكسب الرضا ديالي، ولكن في نفس الوقت يكون مستقل، لان كيف قلنا هذه القضيه يمكنها تدار الا عن طريق الحب، انني نغمر ولدي بالحب مي في حدود بطبيعه الحال، يعني نعم. يعني هذه المساله ديال الضغط على الاطفال نعم. والخضوع المستمر معناه ان من طرف الاب او الام نعم. يعني دابا حنا عندنا حاله ديال الام نعم. هذا كيحول يعني لهاد الطفل ولا هاد الاب ولا هاد الام كيحولها لواحد الاسيره، يعني كتولي نعم. اسيره للنزوات ديالها امام الطفل ديالها وكتبعد الطفل ديالها حتى على الواقع والمواجهه ديال الواقع. دابا استاذ هادي كيبان ان بعد عندها مشكل هنا، دابا الام ماشي دابا المشكل هنا استاذه ماشي في الولد، كيبان ان الام اللي عندها مشكل الام تمشي تحل مشاكلها بعد راسها ما تفرغش ديك اللي عندها شي عقد ولا عندها شي ماضي ولا عندها انها ما كتقدرش تضبط كتقلق سومبال في المشاكل ديالها وفي التوتر ديالها، الام اذا متوتره، اذا تشوف عند الام متوتره تشوف علاقتها مع راجلها تشوف علاش هي كتوتر مثلا خدمتها شنو اللي موترها وكتجي وداك كتفش هذاك الغضب ديالها كله في الطفل، فهنا الولد كيولي ضحيه، اذا مادام علاقتها مع ولدها هذا كيبين هذا عرض من الاعراض اللي كيبين ان العلاقه مضطربه، خص بعد الام تعالج نفسها تشوف علاش ماشي بمفهوم العلاج غير المهم الا عندها شي مشكل تحلو مع راسها وعاد تعامل، لان كيف قال هذا السي عمر قبيله اللي دخل راه قال لك فكرني في واحد المثال شي واحد مشى عند شي واحد قال له ودي رانا مراتي دابا حامله من 3 شهور شنو تنصحني باش ربي ولدي مزيان، هذا كمثال باش يسمعوه الناس، قال له ولدي مشى لك الحال كنتي بعدا تختار الام اولا فاذا اختيار الام واختيار الاب راه من تما كيبدا، حنا كنقولوا الزواج الناجح راه الزواج ملي كيكون يعني الولد ناجح راه كيكون الطفل الا كان طفل سوي كيعطينا مراهق سوي مراهق ناجح كيعطينا زوج ناجح كيعطينا مواطن ناجح، راه معادله كتبدا من الحاجه اللي كتبدا يعني مقاده كيف الطائر اللي كنقولوا ما يمكنلكش يمشي على جناح واحد، الا مشى على جناح واحد ضروري غادي يطيح، فاش كيمشى فاش كتكون البدايه طيبه ايجابيه حتى النهايه كتكمل هكذا. بالفعل كنظن جميلة من فاس وغتكون اخر متدخله لان مبقاشنا الوقت، راه كاين تدخلات كثيره حاليمه كتشير لي بان تدخلات كثيره ولكن سمحوا لينا عندنا ان شاء الله جمال الدين سديدي غدا ان شاء الله غادي يكون معكم في المداخلات ديالكم. نشوفوا ولا جميله من فاس. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا على هذا البرنامج وعارفه الوقت ما يكفينيش صراحه. ايوا حاولي تختصري وتعطينا المعلومه لان الاستاذه غتعطينا بعض المهارات اللي ممكن انها تعطيها كنصائح في الاخر. الله يجازيك بخير. انا عندي وليد عنده 19 عام. المهم انا مني وصل الباك والولد تقلب عليا
بزاف في الدار، ما بقاش يهضر معانا، ما بقاش يهضر مع با، كيقطع با بثلاث شهور ربع شهور. المعامله ما عجبه حتى حاجه، حتى حاجه ما عجبه في الدار، الباس وما عجبوش، الماكله ما عجبه. وحلت معاه، والله يجازيكم بخير، بغيتكم غير تنصحوني كيفاش، واش غندير شي طبيب ولا شنو غندير، شنو يعني الوضع الاسري ديالك كي داير؟ اش غنقول لك، المهم انا باه شويه قاصح معاه. علاش؟ على حسب اللباس، كيقول ما تلبس هذا اللباس، هذا اللباس ما صالحلكش، مزيه داير فاعل، هذا اللوان ماشي الاولاد البنات. المهم كيدخلوا شويه في المسائل ديالو، الحسانه ما تحسنش، هاد الحسانه دايره، هاد الحسانه هادي صافي. المهم الولد تغير 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 لينا بزاف، لدرجه كيقاطعنا ب 15 يوم باه ب 6 شهور 5 شهور ما كيهضرش مع باه كاع. طيب لا رقية غتسولك، الأستاذة غتسولك وجاوبيها. نعم الأخت، بغيت غير نسولك شنو هما الأعراض اللي لاحظتي، شنو هو التغيير اللي لاحظتي في السلوكات ديالو اللي يعني ولات شنو هما الأعراض سلوكاته هو؟ ولدي مني كان صغير كان مهد وساكت، ما كيهضرش ما كيهضرش ما كيهضرش. المهم لا غير مؤخرا، غير مؤخرا قولي لنا غير السلوكات اللي تغيرت مؤخرا. تغيرت السلوكات ديالو، ما كيهضرناش كاع، ما كيهضرناش غير نفخر. اذا ولا من طاوي، علاش من طاوي؟ كيدخل البيت بوحدو وجالس غير البيسي والتلفازه وما كيتدخلش معنا في حتى شي حاجه، ومني كنقول له شي حاجه كيقول لي انا ما عجبنيش هذا الشيء، هاد الماكله ما عجبانيش، هاد اللبس ما عجبنيش، صافي وساكت غير ساكت. مني كنجبدو كيتنفخ عليا ويقول لي هاد الشيء ما عجبنيش. هذا هو السلوكات اللي لاحظت عليه، ما عنده لا بلية. نقول زعما كيدير شي حاجه، نقولو كيدير شي حاجه في الزنقه ولا هذا، ما عنده حتى شي حاجه من هاد الشيء كله. وحتى من العائله تقاطع من عائلتي وعائله باه. علاش؟ حيت كنصحوه كيقولوا له هضر مع باك، هضر مع امك، وما خصكش بحال هكا سي محمد. ما صافي دابا قاطعهم حتى هما، ما كيبقاش يهضر معاهم. غير اللي بغيت نقول انا، هذه المساله ديال المراهقه خصنا نكونوا عارفينها، الا منين كتعرفيها ما كيبقاش هذا المشكل هذا. لان اهم شيء ان نعرفوا في المراهقه هو ان الطفل كيكون صغير كيكون كيقلدنا، كيكون كيبغينا، كيبغي الوالدين ديالو. منين كيوصل المراهقه كيقول لك دابا انا كبرت، يعني انا بحال زعما داكشي الاوامر ديالكم وداكشي دابا خليهم عندكم، هاد المساله حنا ما خصناش حياتي الخاصه. صافي دابا انا راه كبرت، وهذه بالعكس شنو كنقولوا حنا، هذه راه خصها تفرحك، ما خصهاش تقلقك، لان هنا كيبين بان ولدك باغي يدير استقلاليته وشخصيته. هذا هو اللي حنا خصنا نفرحوا لهاد المساله هذه. كيفاش نفرح السيد ما كيهضرش مع با؟ كيفاش ندير؟ لا غير سمحي لي دابا، حنا ما ناخذوهاش بالمفهوم السلبي، انا غير كنقول لك المفروض ان هذا الشيء دابا غير باش نعرفوا ما هو طبيعي في السلوك ديال ولدك وما هو مرضي. دابا هذا الشيء اللي كتقولي لي انا ما جاتني فيه حتى شي حاجه مرضيه، راه الفكره ديالنا حنا اللي خصنا نبدلوها. الا الا كانت مثلا كتشوفي عنده شي اقران كيمشي معاهم، شي صحابو اللي هما عندهم شي سلوك شويه لا عيان او لا. سمحي لي انا نسولك مثلا النتائج الدراسيه ديالو واش انخفضات، واش اذا 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 الا كان غير في هذه المعارضه هذه كيقرا مزيان، القرايه كيقرا مزيان الحمد لله، هو الاول. اذا هذا هو اللي مهم، غير باش ما نطولوش في هذا. انا فهمت دابا، لان الا كانت مثلا النتائج عنده ديالو مزيانه، كانت مساله غير انه من بعيد عليكم هذه المساله، ما خصكمش هذه. هو كيطلب الطريقه ديالكم نتوما تعطوه شويه ديال التقار، لان كيف قلت لك الولد ملي كيبدا يكبر هنايا، لان واحد المساله اللي ما كنتكلموش عليها حنا ومسكوت عنها، وهي الناحيه الجنسيه عند المراهق. راه ما بقاش داك الطفل، يعني كيبغي شويه ديال التقار، كيبغي كتولي عنده واحد احيانا داك الهرمونات اللي عاد كتكون ديال الذكوره كتخلق عنده واحد التوتر، واحد لونغواس، واحد داك الساعه ساعه كيبغي يبقى بوحدي، ما كيبقاش بعض المرات ما كيبقاش يحمل باهم، وكيولي كرههم لهاد الدرجه هذه. علاش؟ لانهم هما تيتفكروا فيه داك لو بيبي ديالهم، داك الطفل الصغير، لان كيحسوا به، ولكن هو ما تيبغيش داك الشيء، هو تيبغي بيهم راه كبير. وتديك المسائل الجنسيه غيبغي يناقشها مثلا مع اما اللي قدو اما اللي فهاد المساله هذه، كنظن انا ما تزعجكمش، غير نتوما بدلوا معاه الطريقه، ما تكثروش عليه من النصح، وباه يمشي معاه غير بالتي هي احسن، وما تكونش الخشونه. لان شوفي الا بقيتي كتعاملي معاه بالعنف حتى هو راه غيولي يتعامل معكم بالعنف، والتدخل يكون قليل غير في المسائل اللي هي مهمه، ما تكثرش معاه الهضره بزاف، فهمتي؟ هذا هو اللي اساسي في التعامل، خصو يكون التعامل بلطف. الوقت ما ساعفناش. نعم. النصائح اللي غتقوليها في الاخر يعني ما ساعفناش، لان 58 دقيقه لاحظت وغتكون عندها الموجز الاخباري. ايوه يمكن مره اخرى الى منتصف النهار. نعم. اذا اعزائي عزاتي، بهذا كنكونوا اسددنا الستار على حلقه اليوم من برنامج اللقاء المفتوح، اللقاء المفتوح اللي كان معكم طيله 3 ساعات من الخدمه، من التنوع، من الاغاني، ومن كذلك
تلقي مكالماتكم الهاتفية. أعزائي عزتي، شكر جزيل للزميلة جميلة إمزيل في الهندسة الصوتية، شكرا جميلة، شكر جزيل لنوال جعفري في الإخراج، شكرا نوال، شكر جزيل لحليمة البوبتي في تلقي مكالماتكم، وكذلك المحافظة داخل الاستوديو، شكر جزيل حليمة، شكر جزيل إلى محمد الرحبي ونعيمة بن شرقي مركز التوزيع والمراقبة، شكرا لك نعيمة وشكرا لك محمد. لطيفة سبا كانت وراء الميكروفون، أحييكم ولقائي يتجدد بكم يوم غد في نفس الموعد، ما تنسوش نفس الفقرات نفس الخدمات من 9 حتى 12 نهار. إلى اللقاء.